المرة السابقة على الأقل من خلال تقديم القصير المختصر اللي كأنه خطوط عريضة بس ولا أقل، حاولت أحكي عن الخطوات اللي مشيها أرسطو في كتابته في تقديمه وفي كتابته لوضع هذا المنطق تبعه. وقلت انه هو بدا في كاتيجوريز ما يسمى في عمليه التعريفات، في الاول حكى عن التعريفات، بعدين انطرح لما يسمى في دي انتربريتيشنز، واللي حط حكى عن العلاقات، بعدين البيو اناليتكس اللي هو حط كل الميثود تبع المنطق، وبعدها في السيريو اناليتكس واللي هناك بتعامل مع موضوع كادمنستريشن ما يسمى التعبير تبعه، لا اللي حطه في البريو اناليتكس. يعني المقصود هناك هو اعطاء حجج على اشكال حجج اللي حطها في البريو اناليتكس. حكيت على انه ارسطو ما بحث في اللغه كما كاشكال، كموضوع الاشكال، كمان اللغه موجوده دائما، بمجرد ما هو يحكي على التعريفات عمليا هو بيكون في عمليه فحص للغه وبحث في اللغه بحد ذاتها، ولكن هو ما بحث في اللغه من اجل ضروري ان اوضحه كمان مره واحدده، انما ما بحث في اللغه كاشكاليه اللي ممكن تعيق مجرد امكانيه التواصل ما بيننا، أو ممكن تعيق مجرد إمكانية صياغة معلومات تمثل الواقع كما هو. لكن إحنا اليوم إحنا بنعرف إنه في إشكالات عديدة حقيقة في اللغة. من هنا تقريبا ما فيش خارج عن القاعدة، كل كتاب في المنطق في تدريس المنطق المقدمات تبعت الكتاب هي مقدمات في اللغة. هناك في محاولة للتمييز ما بين أنواع مختلفة من وظائف اللغة. لما أنا بقول أنواع مختلفة من وظائف اللغة، أنا ما بقول إنه ما في نقاش حولها، حول مجرد وجودها، بمعنى إنه مش الكل متفق إنه حقا إمكانية التمييز بين الوظائف المختلفة تبعت اللغة إمكانية هي واردة. فمن هنا الأهمية، لأنه في هنا إشكال لغوي أو إشكال، نحن نشوف إشكال في اللغة، فكل العاملين في مجال المنطق واللي بيكون في عملية بناء لكتاب تدريس تبع منطق، المقدمة بتكون مقدمة تبع اللغة. من هنا البداية تبعتي، بعد ما أكون في عملية تعريف للمنطق والشيء اللي من المفروض أنه يكون واضح لنا بالأول، بدي أروح للغة، وهناك أكون في عملية تمييز بين ثلاث وظائف المحكي عنها، وراح أشير للإشكالات اللي موجودة اللي أنا أشرت لها قبل، الإشكال اللي أشرت له قبل شوي، أشير للإشكالات اللي عارف نحن بنحكي عنها لما بنحكي عن التمييز بين ثلاث وظائف تبعت اللغة. نبدأ في التعريف تبع المنطق. بالعام من المتعارف عليه انه نتعامل مع منطق كآلية انتاج معرفة، ولكن بطبيعة الحال من ممكن احنا نكون في عملية استعمال للمنطق كمان من اجل الاستدلال بواسطته. اذا انحطت معلومات وفق قواعد وقوانين المنطق، احنا من ممكن باتباع قوانين وقواعد منطق، اذا بدكم حتى بدون ما نكون احنا عارفين واحنا قاعدين نتبع قواعد وقوانين المنطق، احنا ممكن انه نتوصل لمعلومات اللي احنا بدنا اياها. عن هذا الوظيفة الثانية اللي هي الاستدلال على معلومات او التوصل الى معلومات، بطبيعة الحال الاعتقاد تبعي انه معظم الحديث تبعكم لما بيكون مع الدكتور مصطفى هو بيكون عن هات. اللي أنا بدي أحكي عنه هو عن المنطق كآلية إنتاج معرفة. إذا ما إحنا نحكي عن المنطق كآلية إنتاج معرفة، بطبيعة الحال إحنا بنقدر نميز ما بين آليات إنتاج معرفة مختلفة. ما في آلية إنتاج معرفة واحدة. فبالتالي بصير السؤال، ليش المنطق تبع أرسطو هو آلية الإنتاج المعرفة اللي إحنا بنحكي عنها قاعدين اليوم؟ ليش على سبيل المثال احنا ما بنستعمل التجربة كآلية انتاج معرفة، او اذا بدكم المنطق التجريبي كآلية انتاج معرفة، مو كمان هاي آلية وكمان فيها انتاج معرفة.
بالعام بالعام ال- الأهداف المرجو تحقيقها بتحدد الأداة اللي احنا بنقوم بعملية استخدام لها. يعني إذا أنتم بدكم أنا عارف تقطعوا أنا بحب الأمثلة تبعت الأكل وتبعت الطبيخ، هناك متعة حقيقة شديدة. إذا أنتم بدكم تقطعوا لحمة أنتم مجبورين لسكينة تقطع لحمة، لأنه إذا لا بدكم تقعدوا 6 أيام وأنتم بس فوكا وفيش أكل بهاي الحالة. إذا أنتم بدكم تقطعوا خبز وتفتش بين إيديكم بدكم سكينة خاصة للخبز. كذلك أمر بالنسبة للفواكه، بالنسبة لليوم في عنا 16 نوع سكينة للسمك. لايش بدكم؟ كل أداة من هاي الأدوات في لها خصائص معينة محددة، هيك بيطلع اللي بواسطة استخدام هاي الأداة احنا من الممكن نحصل على المنتوج اللي احنا بدنا اياه. فبجي السؤال، شو هو المنتوج اللي بدنا اياه؟ وليش الادوات الثانيه او الاليات الثانيه، اليات الانتاج المعرفه الثانيه ما بتمكننا من تحقيقه؟ الشيء اللي حكى على الاقل عنه ارسطو ولليوم الحديث عنه، مش بس في مجال المنطق، كمان في استخدامات في مجال الاستخدامات المختلفه للمنطق. احنا بنكون اذا احنا بدنا على سبيل المثال نكون في عمليه برهنه على برهنه، اذا بدنا نكون في عمليه تحويل فهم رياضي معين الى نظريه، احنا بحاجه لقوانين ارسطو، احنا بحاجه لاشكال الحجج تبعت ارسطو. بعدين بعود لما نيجي للموضوع تبع اشكال الحجج بنعاود نشرح شو هي هاي وكيفيه استعمالها واستخدامها في مجالات مختلفه. فبالتالي بصير السؤال ليش المنطق تبع ارسطو اذا هو بنتج عنا معلومات واحنا في عنا اليات تانية اللي بنقدر نستخدمها وننتج معلومات. الهدف تبع ارسطو كان، والهدف من استعمال المنطق في كل محل يمكن استعماله اليوم، المنطق تبع ارسطو مثل الرياضيات كمان مرة، وهو التوصل الى معلومات، هو انتاج معلومات صحيحة بالضرورة. صحيحة بالضرورة يعني بالضرورة، المعنى التعريف تبعت بالضرورة، لا يمكن للمعلومات سوى أن تكون صحيحة، فيش إمكانية ثانية. كمان شو صغيرة ممكن نحكي على الإشكال في الحديث عن الصحيح بالضرورة، ولكن من حيث المبدأ المقصود والمطلوب هو من استعمال المنطق تبع أرسطو هو التوصل إلى معلومات، استخراج معلومات، والمعلومات لازم تكون واحد جديدة، اثنين صحيحة بالضرورة. إذا نجي لآليات الإنتاج المعرفي الأخرى، إذا على سبيل المثال إذا نجي إحنا للتجربة كآلية إنتاج معرفي، والتجربة إحنا من ممكن نستخدمها بشكل مقصود وواعي ومدروس مخطط لإله. بهي الحالة إحنا بنحكي مثلا عن مختبرات في العلوم الطبيعية كلياتها. إذا بدكم نقدر ناخذ احنا تجربة ممكن كمان تكون اجتماعية، مش مفروض محاضرة بسنة صحيحة. عن ايش قاعد تحكي؟ تفضلي. في كمان كراسي عندكم هناك اذا ممكن كراسي بس احنا علمناهن صديقك علمته احنا هون صديقك نهي اتهام. إذا أخذنا إحنا كمان مرة تجربة والتجربة إحنا من ممكن نعتمدها كآلية إنتاج معرفي، حكيت إما بشكل واضح مدروس مقصود مخطط لإله أو بشكل غير واعي. بس أنا بعطي مثالين أمثلتين على كيفية استخدام التجربة بشكل واعي وكيفية استخدام التجربة بشكل غير واعي في عملية إنتاج المعرفة معرفة جديدة، وبنشوف ايش طبيعة المعرفة هاي وهل لها الخصائص نفس الخصائص اللي للمعلومات اللي احنا
بنحصل عليها او بننتجها بواسطة استعمالها لمنطق ارسطو ولا لا؟ بدكم تضلكم متذكرين انه احنا بدنا معلومات صحيحة بالضرورة، هذا هو الهدف تبعنا اللي احنا بدنا نحققه. ما في حاجة لكتير من الشرح مشان انا اوضح المقصود باستخدام التجربة الوعي والمقصودة والمخطط لها، كافي ان انا اشير للمختبرات اللي احنا بنستعملها من اجل انتاج معرفة هناك او لاي بحث ميداني اخر في العلوم الاجتماعية او غير الاجتماعية. واللي هناك بطبيعة الحال في ميثود، في منهج، انا عارف في خطوات، في اسئلة، في كل هذا، في اعادة على في كيفية اجراء بحث معروف ومتعارف لجميع العاملين في مجال العلوم بغض النظر اي علم. اذا بنحكي على علوم طبيعية معروف للعاملين في مجال العلوم الطبيعية، اذا بنحكي احنا على علوم اجتماعية بطبيعة الحال المفروض انه الادوات والمنهج المستعمل يكون معروف للعامل في مجال العلوم الاجتماعية. لكن طبيعة الحال التجربة مش بس اشي اللي احنا بنستعمله كيف حكيت قبل شوي من اجل انتاج معلومات بشكل مدروس، انما في اليوم تبعنا احنا بننتج معلومات اعتمادا على التجربة. مثل على سبيل المثال اللي هي معلومة اللي هي كأنها معلومة كتير بديهية لإلكو واللي هي كتير مش مبينة هي ناتج تجربة لإلنا، إنكم أنتم تحاولوا تطلعوا من الباب، إنكم ما تحاولوش تطلعوا من الحيط على سبيل المثال. هاي تجربة، هاي معلومة أنتم أخذتوها بدكم ما بدكوش، أنتم اصطدمتوا بالجدار هذا وأنتم فهمتوا إنه فيش إمكانية اختراق الجدار، جسمكم بقدرش يطلع من هون، أنتم بحاجة لفتحة. هاي تجربة غير واعية أنتجت معلومة عن العلاقة اللي ما بينكم وما بين الحيط، أو إذا بدكم تجربة تانية واللي هي علاقة كمان هي واحدة من افتراضات العلوم الطبيعية إذا بدكم الغير مفحوصة واللي لا يمكن فحصها إذا بدكم. الشيء اللي حكى عنه بشكل خاص إذا أنا مش غلطان فيتغنشتاين، لكن المتأخر مش المبكر. بعدين بعود بحكي لكم عن قصة طبعا فيتغنشتاين المبكر والمتأخر، بس على الأقل الموضوع هذا حال ذاته. لما أنتوا بتقعدوا على كرسي، مجرد إنكم أنتوا بتقعدوا على كرسي بدون ما تفكروا في الموضوع، هذا بكون إنكم أنتوا عندكم في معلومة عن العلاقة واحد ما بينكم وبين الكرسي. اثنين، انتم في عندكم معلومة عن عدم تغير الحالة تبعت الكرسي من لحظة الى اخرى. مش هيك بتقعدوا على الكرسي وتفكروا، لانه اذا لا يعني تخيلوا الوضعية اللي فيها، انتم كل ما تقعدوا على الكرسي بتكونوا قلقين من مجرد امكانية حفاظ الكرسي على نفسه صلب، ممكن يتحول لغاز او لسائل. تخيلوا انه هاي الامكانية واردة، اكيد بيكونش في كرسي اساسا، وكل الفكرة انه راح يكون على كرسي. اذا كان في فكرة بكون ضلكم انتم كل وقت قلقين، فيش امكانية واحد يقعد ويهدى. هاي معلومة احنا اخذناها بالضرورة من التجربة تبعتنا مع الكراسي ومع سائر الموجودات في العالم المحيط تبعنا، مثل الطاولة كذلك الامر، مثل الحديد كذلك الامر، او اي شيء تاني. بس الافتراض الغير واعي إذا بدكم، الواعي على النقيض من ذلك بالعلوم الطبيعية، على إنه الصلب راح يضل صلب، هذا افتراض مبني على إيش؟ مبني على بقاء شروط بقائه كصلب. هذا افتراض. هل حقا شروط بقاء الصلب راح تضلها موجودة ولا لا؟ هذا سؤال. العلماء بيفترضوا انه نعم، ومش بس هيك، العلماء بيفترضوا في العلوم الطبيعيه لما بفوت على مختبر انه كل الشروط اللي موجوده في غرفه معينه واللي فيها هن بيكونوا في اختبار معين راح تضلها موجوده في اول مره بيساوي الاختبار لازم يعيدوه مرتين ثلاثه، الشروط لازم تضلها موجوده كل الوقت وراح تضلها موجوده كل الوقت. بينما احنا بنعرف انه لا، احنا بنعرف بحيث المبدأ انه لا، لدرجة اللي فيها راسل اجا قال، وهنا بنعمل كأنه الاختلاف بيوضح ما بين
ما بين المعلومات اللي منتجها اعتمادا على التجربه، بين المعلومات اللي منتجها اعتمادا على ارسطو، عليك الانتاج المعرفه تبع ارسطو. وانه اذا الكره الارضيه دارت حول نفسها حول الشمس لليوم، هذا بيعني شنو بكره راح تدور؟ ابدا بيعني شنو بكره راح تدور. يمكن يمكن لا. وين بنعرف؟ بكره. مش يمكن اليوم تعرف، ما يقين القصد. فبالتالي السؤال بيصير مش بس حول حقيقة المعلومات، إنما حول مجرد إمكانية التيقن من حقيقتها. تمام؟ فبالتالي إحنا باستعمالنا، بالتالي الشيء اللي بدوش نحصل عليه بيعتمد على التجربة، بس بشكل ما عارفين. لما بيكون، إذا ناخذ إحنا حركة تاريخ الفكر الأوروبي، بيكون كأنه أول واحد حكى عن تجربة كعادة إنتاج معرفي. لكن إذا ناخذ حركات تاريخ تانية، نفرض ناخذ حركة تاريخ الفكر العربي، الفلسفة العربية الإسلامية، حنعرف إنه قبل بيكون بكثير، وبيكون بحد ذاته حكى على إنه أخذ الطريقة من عند العرب، الفلسفة العربية الإسلامية، والاعتقاد تبعه إنه الفلسفة العربية الإسلامية أخذت الآلية هاي عن عرب ما قبل الدعوة، عن عرب ما قبل الدعوة الإسلامية. بس بغض النظر عن الـ عن الـ عن الفكرة هاي وعن الاعتقاد تبعي في هالخصوص، في حين بيكون كان يفكر إنه إحنا من الممكن إنه نقوم بالاعتماد على التجربة كآلة إنتاج معرفة والتوصل إلى الحقيقة والتيقن منها. تمام؟ لأنه أنت ما بكفي إنك تنتج حقيقة، ما بكفي إنك تنتج معلومة، أنت بحاجة تكون في عندك يقين من كون المعلومة اللي بين إيديك هي معلومة صحيحة. بيكون كان يفكر إن الأدوات اللي بين إيدينا هي أدوات لسه مش متطورة كفاية، فبالتالي مع تطور الأدوات من الممكن إحنا نصل للمرحلة اللي فيها نقدر نقول المعلومة اللي بين إيدينا هي صحيحة 100%. مش هتكونوا عارفين، ابن حزم كان عارف إنه لا، كان صار عارف. نحكي إحنا نحكي قبل بيكون، البشرية استنت على أقل، إذا بنحكي عن كمان مرة عن تاريخ، حتى تاريخ الفكر الأوروبي استنت كمان 200-250 سنة لحد ما أجى ديفيد هيوم وقال إنه أبداً فيش أي إمكانية إنه إحنا نعتمد على التجربة من أجل التوصل أو إلى معلومات صحيحة وعنا يقين من صحتها. تعالوا نرجع شوي صغيري للمنطق تبع ارسطو، رغم انه في الحقيقه هنا في عنا كثير اشياء ينقال. على سبيل المثال انه احنا اليوم فقط لانهاء الفكره، احنا اليوم ما بنتعامل مع تجربه ضمن العلوم الطبيعيه وغير الطبيعيه، احنا ما بنتعامل مع تجربه من اجل اثبات، بالتالي من اجل اثبات صحه او صواب فكره معينه، ما بنعتمدها من شان هيك. احنا بنعتمد التجربه من أجل إثبات عدم صحة فكرة معينة، مش العكس. من هنا إذا بدكوا على كل التعريف تبع بوبر، والتعريف كارل بوبر في طبيعة الحال 1955 إذا مش غلطان في Objective Knowledge تبعه، بس anyways التعريف تبعه للعلم، يعني من شان الفهم معين او نظريه معينه نقدر نعتبرها علميه، من المفروض تكون قابله لاثبات عدم صحتها، مش قابله لاثبات صحتها. لما الاشي اللي عندنا يقين منه هو مش علمي لهي الدرجه. تمام؟ فبالتالي بهذا المعنى، وهذا رح ارجع عليه كمان مره، بهذا المعنى النظريه تبعت فرويد على سبيل المثال اللي بتحكي عن تقسيم النفس او الذات الانسانيه الى ثلاثه، ايجو سوبر ايجو والاد، مش علميه، فيش امكانيه يفحصها. الحديث تبعه عن تقسيم مراحل تطور الانسان الى ثلاثه، نقدرش نفحصه، بالتالي مش علمي. تمام؟ بهذا المعنى حسب التعريف تبع، اذا اعتمدنا التعريف تبع بوبر، بيطلع النظريات اذا بدكم كلها بدون خارج عن القاعده الاجتماعية والإنسانية مش علوم. بس ما هو إذا هيك الحكي صحيح، هذا كمان بيكون بشكلنا مشكلة كمان في العلوم الطبيعية، لأنه في حكينا إنه في افتراضات، هناك في فرضيات اللي لا يمكن التأكد منها ولا يمكن فحصها.
شو هذا بكون؟ شو بكون؟ بكون كمان هي مش علمية إذا بدكم بنيات المطاف، لأنه الاعتماد تبعها كل البنيان النظري هو بنيان نظري مبني على افتراضات. وإذا إحنا من المفروض نكون إذا مشان يكون الشيء علمي لازم يكون قابل لإمكانية دحضه، تكذيبه، إثبات عدم صحته، والبنيان النظري مبني على افتراضات، ما كله في عليه علامة سؤال. بس شو كنتم عارفين عن السؤال الموجودة؟ مش إنه يعني الاستنتاج تبعي هذا مثلا موجود، إحنا بنعرف النظريات اللي موجودة كلياتها قاطبة في عليها علامة سؤال. بس إنه يعني كونها بتشتغل، أنا ما بكون هي صحيحة، بكون شغالة ناجعة نافعة لا أكثر ولا أقل. بس ما بين نجاعة النظرية وما بين صواب النظرية في فجوة هائلة لا يمكن جسرها. فإحنا لسه ما بنفرض إنه النظريات صحيحة كمان، شكلكم عارفين. إحنا نتعامل معها لأنه لم يثبت بعد خطأها لا أكثر ولا أقل. هل هناك نظريات ثابتة 100%؟ هل يوجد نظريات ثابتة؟ ما في نظريات ثابتة. فبالتالي إحنا نتعامل مع معرفة هي أصلاً طبيعة أي نوع من المعرفة وطبيعته غير يعني غير مثبت بشكل قطعي. ما في أي نوع معرفة. إذا نأخذ إحنا العلوم الطبيعية، وإذا نأخذ علوم اجتماعية، نأخذ إيش بدك، كم الرياضيات، لأنه هناك ما فيش عن معرفة، نحكي عن اصطلاح، نحكي عن اتفاق، نحكي عن قوانين، هذا شيء ثاني. بنحكي عن معرفة، بنحكي عن عملية إنتاج معرفة عن العالم الخارجي تبعنا، العالم الخارجي تبعي، أنتوا عالم خارجي تبعي، أنا عالم خارجي تبعك، وإلى آخره. ما بنحكي عن فضاء، تمام؟ فبالتالي إذا بنحكي عن معرفة ما يتعلق بالعالم الخارجي، أحكي لك إيش حكى ديفيد هيوم هنا بشكل جميل جدا باعتقادي. ومنشان هيك ومن بعد ديفيد هيوم لما إحنا بنحكي عن حقيقة، قلت الكلام ده أرجع لكلمة الحقيقة والتعامل مع كلمة الحقيقة. إحنا لما بنقول كلمة حقيقة مباشرة مجبورين نكمل ونقول بقدر ما يستطيع الإنسان أن يتحدث عن حقيقة. إسا اللي قالوا ديفيد هيوم هيك، مشان يكون في عندي يقين، حقيقة يقين من المعلومات اللي أنا بنتجها عن العالم الخارجي، أنا مجبور يكون في عندي مقدرة على النظر إلى العالم خارج الحواس والعقل تبعي. وهناك أنا أقوم بفحص العالم بمعزل الحواس تبعتي والعقل تبعي ومقارنته مع المعلومات اللي أنا أخذتها بواسطة الحواس تبعتي. إذا كان في تطابق هي المعلومات اللي تأخذ الحواس اللي الحواس تعطينا يعني معلومات صحيحة، إذا فيش تطابق معناته لا. السؤال هل من الممكن النظر إلى العالم بمعزل عن الحواس والعقل تبعنا ولا لا؟ إذا إحنا نقول إنه الحواس تبعتنا والعقل تبعنا هن الأدوات المعرفيات تبعتنا أساسية، من بدون فيش إنتاج معرفة، ما أنت بتطلع بريتين فيش إمكانية معرفة، يعني فيش إمكانية نظر للعالم إذا بدك. وهذا هاي الحالة تناقضية اللي بنحكي عليها قاعدين. وبالتالي إمكانية اليقين من أي معلومة أيا كانت غير ولا. تعال نرجع. احنا اتفقنا انه انا الوحيد هنا اللي بسمح له للاخره مشان ما تصيرش طوش هون. تعالوا نرجع للمنطق. بالتالي المنطق تبع ارسطو شفنا احنا انه على كل المنطق التجريبي لا يمكن الاعتماد عليه من اجل التوصل الى معلومات صحيحه بالضروره. لا يمكن الاعتماد عليه من اجل التوصل الى يقين، يكون فينا يقين من المعلومات اللي احنا نحصل عليها. اذا احنا بنستعمل منطق تبع ارسطو، معناته عمليا قاعد بقول انه نعم المنطق تبع ارسطو من مجرد استخدامي له انا في ادعاء اتجاهه. انا قاعد بقول انه باستخدام المنطق تبع ارسطو من الممكن ان اتوصل الى معلومات جديده صحيحه بالضروره. هيك عمليا قاعد بقول انا. ما تنسوش بقدر ما يستطيع الإنسان أن يتحدث عن حقيقة، هذا أهم جدا. ما إحنا نوجد الحقيقة لإلنا، فمش ضروري أصلا إنه نعرف شو الحقيقة اللي مش تمام. ما سمعت هذا
هلا احنا لما بدنا ندور على الحقيقه ونشوف اليقين هذا بنشوف بمستوانا احنا، فخلص انه اصلا مش ضروري نكون اكثر، لانه مش رح نستفيد منه لما نكون اكثر. لا انت في اسئله بسرعه. ما تيأسش. السؤال مهم، تمام؟ الحذر تبعنا مهم، الوعي تبعنا لحركة تاريخ العلوم مهم، واحنا منه نتعلم. يعني اذا بناخذ حركة تاريخ العلوم من ارسطو لليوم، يعني ارسطو قديش اشتغل 1800 2000 سنة تقريبا. ارسطو اشتغل مش قليل، اشتغل لحالية نيوتن، ضل شغال ما شاء الله عنه. واذا بدك بحذر شديد بقول انه كل العصر الوسيط الاشتغال كان بالاساس بتعاليم ارسطو. لهي الدرجه كان مسيطر، ارسطو سيطره تامه للدرجه اللي فيها الهم الاكبر تبع كل العاملين في مجال الفكر العلمي وغير العلمي، منهن بيكون، منهن ديكارت، كلهم قاطبه الهم الاكبر كان التخلص من السيطره والطغيان تبع ارسطو. لهي الدرجة كان مسيطر على أرسطو. وبالتالي اشتغل تقريبا 2000 سنة. بعد أرسطو أجا نيوتن. نيوتن مقارنة بأرسطو شو اشتغل؟ اشتغل 300-350 سنة مش أكثر من هيك. هناك احنا أخذنا نيوتن وفهمنا أن أرسطو كان عنده مشاكل على الأقل في قانون القوانين الحركة. بعد نيوتن 350 اجى اينشتاين، والحظ تبع اينشتاين في السيطره وفي الطغيان كان اقل بطبيعه الحال من نيوتن، وما كان يشتغل لحد ما اجى هايزنبرغ كان له على مهله. مضبوط، بحاول اليوم يحاولوا يلاقوا كانه تسويه ما بين اينشتاين وما بين هايزنبرغ، وبقولوا يعني هذا بيشتغل في مستوى الماكرو، هذا بيشتغل في مستوى الميكرو الى اخره. ومعظم الشغل تبع هوكينج هو بس مشان يلاقوا تسويه ما بين نظريتين متناقضتين، اذا بدك ما بين نظريتين عالمين مدرستين متناقضتين. الاولى واللي هي تبعت اينشتاين، شو بده اينشتاين؟ بده يصل لنظريه اللي هي تصف الواقع كما هو، يعني يطمح الى الحقيقه بحد ذاتها. اينشتاين بيطمح بطريقه الحال، تمام؟ نيوتن لازم يكون على مهلك، الطبيعه بتمكنناش مجرد معرفتها، تمام؟ يعني هذا مش هوايه. ولكن انا كنت بدي اقوله انه ما تعملش استنتاجات سريعه وما تيأسيش، لانه بالاخر احنا بدنا نعرف، ويمكن بهاي الطريقه او بهذيك الطريقه نقدر نعرف رغم كل شيء، يمكن، تمام؟ ولكن احنا كل هذا طرحته منشان تعرفوا انه في سؤال، والسؤال موجود كل الوقت. وما تحكوا بمعزل بتاتا، بمعزل عن الوعي تبعك بوجود هاي الاسئله وهي الشكوك تبعك. نرجع لارسطو. وبالتالي كيف حكيت قبل شوي، من مجرد الاستعمال تبع المنطق تبع ارسطو، عمليا انا قاعد بقول انه امكانيه التوصل الى معلومات صحيحه بالضروره بقدر ما يستطيع الانسان الحديث عن صحيح هو وارد اعتمادا على قوانين المنطق تبع ارسطو. لكن كيف حكيت قبل شوي، من المفروض يكون في خصائص، يعني من المفروض من شان المنطق تبع ارسطو مشان نقدر احنا نستخدمه من اجل التوصل الى معلومات صحيحه بالضروره، المفروض يكون للمنطق بحد ذاته خصائص معينه، ولكن مش كاداه مثل ما حكينا عن السكاكين تبعت المطبخ. ولكن مش بس المنطق كاداه المفروض يكون فيه له خصائص، كمان الماده اللي بنفوتها تكون فيها خصائص. لانه اذا فوتنا ماده اللي ما فيها الخصائص اللي مطلوبه، لسه بنحكي عن الخصائص تبعت الماده، اذا فوتنا ماده اللي ما فيها الخصائص المطلوبه احنا ما بنحصل على خصائص مطلوبه. يعني اذا انت بتروحوا ناخذ مثال من المطبخ، اذا بتروحوا انتوا عند اللحام
وبكنت اشتروا تطخوا داخل النهار كوسة محشي الأكل جميل حقيقة باتفاق واللي بوافقش أنا بزعل منه. إذا بتروح عند اللحام أنتوا بدكوا نفرض هذا المثال أنا بعطي لكل طلابي يمكن للعلاقة اللي بينه وبين الكوسة ما بعرف بس إذا تروح عند اللحام بتقولوا إحنا بدنا كيلو لحم خشنة وبيستعمل الماكينة تبعته مشان يفرم كيلو لحم خشنة شو يعني يستعمل الماكينة تبعته بده يحط شفرة من نوع معين هيك هيك بيقول إذا لحمة ناعمة كنت طبخة تانية بده يستعمل شفرة تانية شو يعني عمليا بيستعمل شفرة تانية يعني بيستعمل عمليا أداة خصائص مختلفة هيك معناها بالتالي الخصائص تبعت الأداة واضحة واضح إنه المفروض يكون في خصائص معينة محددة وإلى قدام راح نحكي ونشتغل فيها كتير إذا بدكم ومفروض يكون في خصائص للمادة اللي احنا بنحطها وبدنا ننتج منها معلومات صحيحة بالضرورة. واحدة من الخصائص هاي انه المعلومات اللي بنحطها تكون صحيحة، يعني احنا اذا بدنا ننتج معلومات صحيحة بالضرورة من المفروض ان المعلومات اللي بايدينا تكون كمان هي صحيحة بالضرورة، لانه اذا ما كانش صحيحة بالضرورة المعلومة اللي بننتجها يمكن تكون مظبوطة يمكن ما تكونش مظبوطة يمكن تكون صحيحة يمكن لا وفيش إمكانية تيقن فبالتالي المعلومات اللي نفوتها تكون صحيحة. قبل ما أروح للخاصية الثانية بدي أحكي شو صغيرة عن المعنى تبع صحيح صواب لأن صرنا ذاكرين صحيح 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 16 مرة وبعدنا مش عارفين كلمة صحيح على الأقل للحاجات تبعت المساحة تبعنا. واضح لكم إذا مش واضح بقول إنه على الأقل في القرن الماضي صار في عنا كتير تعريفات لكلمة حقيقة. واحدة منها إذا إحنا نأخذ بيرس اللي هو ما يسمى أب المذهب البراغماتي واللي طوروا مع جون ديوي ويليام جيمس في سنوات الخمسينات أعرف قبل الأسر أي سنوات الخمسينات 1800 بآخر القرن بالآخر القرن التاسع عشر 1800 وكتير يعني بالثمانينات بس 1880 أوكي بدي الموضوع مع بيرس وهناك حط تعريف للحقيقة اللي هو مغاير ومختلف تماما وبعده أجا كثير تعريفات تانية وهذا أنا بعطيه فقط كمثال مش مشان أفوت على كل تعريفات الحقيقة لأنه مش هذا الموضوع تبعنا ولكن من الممكن أنه يكون في استخدامات ما مستقبلية ضمن هذا المساق مع الدكتور مصطفى من الممكن. التعريف اللي حطه هو الحقيقة هو السلوك أو هو المعنى الذي يترتب عن القول. المعنى الذي يترتب عن القول نفرض سلوك يترتب السلوك ومعنى هو واحد من المعاني عن القول معين. نفرض أنا باجي بقولكوا إذا أنا باجي القول تبعي هون أنا بعطيكوا خط الطريق لرام الله إذا أنتم كنت تتبعوا الخطة اللي أنا أعطيتكم إياها خطة الطريق أعطيت إياها للمرة إذا الخطة هاي وصلتكم لرام الله القول تبعي صحيح إذا ما وصلكم القول تبعي خاطئ تمام. فبالتالي التعريف بهذا الحالة التعريف ضمن المدرسة البراغماتية تبع الحقيقة وهو القول آسف المعنى الذي يترتب عن القول عن المقولة أي إن كانت. المقولة معزولة عن الظروف الأخرى. هل صوتك؟ المقولة معزولة عن الظروف الأخرى يعني ممكن أنت تعطيني خريطة من هلا رام الله وأنا بالصدفة أوصل لرام الله يعني بطريقة ما ظرف ما عطلت فيه سيارة وصلت. بالصدفة ما أنت مش ماشي حسب الخارطة. لا أنا مش حسب الخارطة صار معي ظرف ما لأنه الظروف أنت ما بتتحكم فيها يعني سيارتي خربت و. رحت ماشي رحت مع حدا فلت الخارطة على جنب إذا فلت الخارطة على جنب ليش تحقق من حقيقة الخارطة إذا حطيناها على جنب ليش تحقق من حقيقتها بس إذا مشينا حسبها وفقط حسبها
وفقط حسبها ووصلنا معناته حقيقة. طبيعة الحال في كتير تعريفات تانية، ولكن لقلنا في تعريف واحد ووحيد اللي احنا بدنا نقوم باستخدامه للحاجات تبعتنا في المنطق. هون احنا نحكي عن ما يسمى علاقة تمثيلية، correspondence relationship، علاقة تمثيلية ما بين القول وما بين الواقع، بمعنى أن القول عليه أن يمثل الواقع بما هو كما هو، بما هو كما هو. على سبيل المثال أنا باجي بقول أنه في الغرفة هاي في 16 خروف وخمس خروف وخمس بقرات واثنين بني آدمين، هذا قول. لا طلعش حالك أنت أكيد مش قول. هذا القول نظر نفحصه احنا بنشوف حقا في 16 خروف هون ولا فشة. اذا فشة معناته القول قول مش صحيح. اذا في 16 خروف بنكمل، في خمس بقرات ولا لا، في صحيح وبنكمل. فبالتالي بهذا المعنى ان المعلومة مفروض انها تكون في عملية تمثيل لما هو موجود كما هو موجود. هذا التعريف طبيعة الحال معمول فيه من أرسطو، ولكن اللي أعطاه صياغة جميلة جميلة بشكل لا يوصف حقيقة، واللي هو كندل، ونحن رح نشتغل بالتعريفات، تعريفات حدود عنده بالرسالة في تعريفات الحدود عند الكندل. لو نجي نحكي عن التعريفات فقط هو، رغم أنه والاعتقاد تبع أنه هالحكي مش صحيح، رغم أنه بيحكوا على أنه الرسائل اللي أجت وراء الكندي في تعريفات الحدود مثل الرسائل تبعت ابن سينا على سبيل المثال هي أكثر دقة، لإلي أكثر جمالا التعريفات تبعت الكندي. ومن هون بعطيكم التعريف تبع الكندي الحقيقة بسياقنا طبيعة الحال، كل القول الموجب ما هو والقول السالب ما ليس هو. إذا القول الموجب ما هو والقول السالب ما ليس هو، هاي الحقيقة شو بيطلع؟ الكذب أو القول الغير صحيح. بيطلع القول الموجب ما ليس هو والقول السالب ما هو. لما أنا بقول بشرح في العادي بقول وبعدين أنا بشرح اللي أنا بقوله. أول شيء من المفروض أنا أقدم وأقول على أنه إحنا ما بنحكي قاعدين هنا عن موقف إيجابي أو موقف سلبي. يعني القول الموجب مش قول إيجابي، والقول السالب مش قول سلبي، مش إنه في مواقف أخلاقية من الواقع من ما هو موجود. القول الموجب هو القول الذي به نقوم بعملية تأكيد اتصاف شيء بصفات معينة. كمان مرة، القول الموجب هو قول الذي به نقوم بعملية تأكيد اتصاف شيء بصفات معينة. يعني أنا بالتالي أنا بقوم في عملية تأكيد اتصافه على سبيل المثال بصفات معينة. فتأكيد اتصافك بصفات معينة هو القول الموجب. كيف تأكد؟ مثلاً كيف تأكد؟ إيش؟ هات لك مثال عن المطبخ. علي صوتك. هات لك مثال من المطبخ. هات لك مثال من المطبخ. المطبخ أنت حبيتوه ها؟ الكرسي من المطبخ؟ نقدر نحط كرسي في المطبخ. نقدر من المطبخ. كوسة منيحة. كل الكوسة هي خضرة. فأنا بقوم بعملية اتصاف، بعملية تأكيد اتصاف الكوسة بالصفة. أنا من الخضرة. بالصفة خضرة. هذا هو القول الموجب. بالتالي هو القول الذي به نقوم بعملية تأكيد اتصاف شيء بصفات معينة، هذا القول الموجب. القول السالب بطبيعة الحال شو بده يكون تأكيد عدم اتصاف شيء بصفات معينة. يعني كل بني آدم مش نبات. مزبوط. بالتالي أنا قاعد بقول إنه
كل البني آدمين واحد واحد لا يحمل الصفة نبات. هذا إشي إيجابي. هذا إشي إيش؟ هذا سالم. أنت متأكد حقيقة موجودة؟ مظبوط. مش متأكد عدم حقيقة. نو نو. عدم اتصاف الإنسان. عدم اتصاف. عدم اتصاف الإنسان بنبات هذا حقيقة. بس القول السالم مش القول الكاذب. انت خلاص بين القول الكاذب والقول السالم. ايش مش بهالاستثناء ابدا. انا قدمت وقلت انه الموقف انه هون فيش موقف اخلاقي، مش بقول هذا صحيح هذا مش صحيح، بعدين بنحكم. يعني من الممكن انه القول الموجب يكون خاطئ والقول السالم يكون صحيح. يعني اذا جينا احنا للكسيات وفحصنا هل حقا كل واحد وواحد تحمل صفه خضار وكان صحيح كل واحد وواحد، ما القول الموجب يكون صحيح. بس اذا نفرض انه لقينا واحد لا، بيكون القول الموجب خاطئ. هيك اذا كلنا مثلا كل الخضار حيوان كل الكوسه حيوانات، هذا قول موجب بعدين خاطئ. تمام اوكي. فبالتالي القول الموجب هو القول الذي به نقوم بعمليه تاكيد اتصاف شيء بصفات معينه. السالب تاكيد عدم اتصاف شيء بصفات معينه. هذا السالب وهذا الموجب. وأمثلة أعطيت باعتقادي، ولكن من الأمثلة اللي أعطيتها بطبيعة الحال أنا حكيت عن طبيعة جملة هنا، وبعدين رح نفوت لها حقيقة، رح نفوت لتفاصيل الجمل واللي إحنا بنستعملها في المنطق ولاختلافاتها عن أنواع من الجمل الأخرى. ولكن حكينا على الأقل إنها في القضية، إحنا نسمي هاي الجملة نسميها قضية. حكينا على الأقل إنه ضمن القضية ضمن القضايا إحنا بنحكي عن علاقة عناصر موجودات بصفات، بين إذا قمنا في عملية تأكيد اتصاف الموجودات بهاي الصفات أو تأكيد عدم اتصاف هاي الموجودات بهاي الصفات. هذا كل الموضوع طبعا عمليا. بهذا أنا بالحديث تبعي عمليا عن 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 بإعطائي للتعريف تبع الحقيقة، إعطاء التعريف للكندة تبع الحقيقة والقول الموجب، أنا كنت أحكي عن واحد من وظائف اللغة. أنا كنت أحكي عن الوظيفة الإخبارية تبع اللغة. فيش فرصة ما كده ساعة ساعة. أنت تحكي لها أكيد لا. ساعة ثلاثة إلا ست دقايق. ثلاثة ست دقايق. يلا بس على حكاية. الوظيفة الإخبارية تبعت اللغة، الخصائص تبعتها أو إيش هي إذا بدكم. الاشي اللي بيخلي هاي الوظيفة، وهذا الشيء ضلكم متابعينه، يعني ضلكم متابعين الحديث تبعي عن جعل الاشياء ما هي بما هي. الاشي اللي بيعمل الوظيفة اخبارية هو التقرير. هو التقرير اللي احنا بنقوم باعطائه من خلال الجمل تبعتنا. التقرير بما هو موجود، هذا الإخبار عن. يعني الإخبار عن، إذا في جملة اللي هي جملة إخبارية، هاي الجملة إحنا فيها منقوم بعملية إخبار عما هو موجود كما هو موجود. منقوم في عملية إخبار كمان مرة عما هو موجود كما هو موجود. شو يعني إخبار عما هو موجود كما هو موجود؟ شو يعني؟ تمييز. صوتك ليش انتوا خجولين كلياتكم؟ بس يروح عند واحد مشان يكون شو بده كله على صوتك. يعني وصف فقط. يعني وصف فقط. شو يعني وصف فقط؟ يعني اللي انا مع حد الادنى من الحقيقه اللي انا قادر احصلها عليها ان كلها فقط، يعني بدون اي زياده، بدون اضفي نوع من المشاعر. لا بتحكي عن زياده، ايش بتقصدي؟ شعوري مثلا بدون اسقط عليه اي تفاصيل او ايش. عمليا الوظيفه الاخباريه أو التقرير عما هو موجود كما هو موجود، ومن المفروض يكون منزه عن الذات الإنسانية. عن إيش؟ عن الذات الإنسانية. يكون منزه
عن الذات الإنسانية. بين إذا كانت الذات هي واحدة، بين إذا كانت الذات هي ذات جماعية. يعني كونه التدخل في عملية الوصف والتدخل تبع الذات جماعية، هذا ما بيعمل إشي مسموح. ما بيخلي تقريري أو إخباري. بغض النظر إذا الذات الجماعية هي اللي وإسا بشرح أكثر عن الذات الجماعية وتدخلها وعن الذات المفردة والتدخل تبعها. بغض النظر إذا كان التدخل هو فرداني واحد والتدخل هو جماعي تبع مجموعة، هذا المعنى أنا بقصد الذات الجماعية، التدخل هو تدخل. بالتالي من المفروض يكون منزه عن كل تدخل ذاتي أي كان نوع، مشان يكون الجملة حقيقة إخبارية بكل ما تحمل الكلمة من تعريف ومعنى. السؤال يعني عن إيش؟ لو نقول منزع عن الذات الإنسانية فردانية كانت أو جماعية، عن إيش؟ مش على الحب والكراهية. لا يا ريت لو وقف الموضوع على هذا كان خرافية هون بكثير وأنت بتفكري، ولكن هذا بحد ذاته إشكال اللي مش عارفين نتخلص منه كما شو بدك يعني. بالإضافة للإيمانات تبعتنا بطبيعة الحال المفروض يكون الجملة الإخبارية منزعة عن 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 الإيمانات عن إيمانات الجماعة وعن إيمانات الفرد الإنسان الواحد، بالإضافة للمعتقدات، بالإضافة للمعلومات، بالإضافة لكل شيء في الحواس. شو الذات الإنسانية؟ شو الإنسان؟ هو من المفروض يعني نحكي عن تقرير عن إخبار عن، من المفروض يكون الإخبار كمان منزه يعني نقي من كل ما هو ليس تابع للموضوع، هيك معناته مش هيك؟ كما هو الموضوع. طيب احنا بدنا نفحص بالتالي هل حقا من الممكن ان نقوم في عملية وصف لما هو موجود بمعزل عن الحواس الخمسة تبعونا؟ هل من الممكن أن نقوم في عملية الوصف لما هو موجود بمعزل عن الاشتغال تبع العقل تبعنا؟ هذا هو سؤال. هذا سؤال. سؤال اللي عليه كل هنادة طوشي. طوشي لم تنتهي بعد ولن تنتهي أبدا. وهي الطوشي طبيعة الحال أنا رمزت لها قبل شوي لما حكيت أنا عن ديفيد هيوم، وقلت لكم على أن السؤال تبعه بالنسبة لليقين وإمكانية التيقن المعلومات اللي بين إيدينا والتشكيك تبعه بالحواس، مش إنه قال الحواس لا، ما قال، أنتم عارفين، ولا إحنا نقدر نقول، يعني إحنا ما بنقدر نقول الحواس دائما تخطئنا، ولا بنقدر نقول الحواس لا تخطئنا، إحنا ما بنعرف، ولكن في طبيعة الحال عنا إشارات لإشكالية الحواس بس بنحكي عنها، وعنا إشارات لإشكالية العقل اللي بنحكي عنها. كل اليقين إيش قصدك فيه بالضبط؟ يقين. اليقين لما لا يحمل الشك. أي شك أي إن كان أو انعدام أسئلة. يعني مش إنه تتأكد من إشي صح. كيف؟ عشان حكيت قبل إنه تتأكدش من إشي. أعطيك التعريف تبع اليقين عند الكندي. لو لغة عربية هو سكون الفهم بعد ثبات القضية وبرهان. سكون الفهم لما يكون في يقين سكون الفهم، هذا هو اليقين. يعني ما في شيء انه ما في شيء اسمه يقين بالنسبة للغة العربية، بس تفسيره إلها غير. لا انه ايش بيسموها العربية؟ اللغة العربية يقين انك ما عندكش بالمرة، مش انه شك بس متأكد اشي صح. هو سكون الفهم لما بتأكد انه في صح، بس في سكون الفهم. اذا مش مهم اذا في امكانية ولا لا، مش هذا السؤال. تمام، وراح نفوت عليه حقيقة، انا راح افوت عليه. انا حكيت لكم على انه انا كثير شغلات انا بسمحش لحالي افوت عليها لما انا بدرسكم منطق والمنطق اللي، ولكن هنا بما انكم انتم جايين من شان راح افوت على كثير اشكالات. تمام، ف بغض النظر ايش السؤال هل حقا في امكانية يقين ولا لا، هذا سؤال ثاني وراح نحكي عن هذا الموضوع، ولكن التعريف تبع يقين هو سكون الفهم بعد ثبات القضية وبرهان. هذا التعريف تبع الكندي، وهون أنا مجبور أوقف لأن أنا مجبور أدخل سيجارة عشان نتعلم لكم كمل العادي. طيب وقع
عرفنا قبل الفاصل الغنائي طبيعة الحال وقبل الفاصل الدعايات عند إشكالية التقرير بشأن الحقيقة بسياق بطبيعة الحال التعريفات التعريف اللي احنا حطينا احنا حطينا التعريف اللي يتعلق بالعلاقة اللي ما بين المعلومة اللي بين ايدينا والواقع وللإشكالات هاي مركبات النظرية كده شيء كوهرنت كده شيء كونسيستنت كده شيء متماسكة سويا الاضطرار هذا اضطرارنا لإيجاد تعريفات أخرى للحقيقة هذا من شأنه أنه يؤشر على حجم الإشكال حقيقة وحدته عمق الإشكال تبعنا بالنسبة للحقيقة كما تعريفها عند أرسطو أو كما تم صياغتها على الأقل كما تم صياغتها كيف حكيت لكم عند الكندي مشان نشوف أنه لا مخرج حقيقة بدي احكي يعني تبع قيم الوقت تبع عشان نتائج فأقصى حده عن طرح ديكارت للإشكال وعن الحلول اللي أعطاها ديكارت يمكن تأخذ أكثر من 10 دقائق وعن الفجوات الهائلة اللي تركها لنا ديكارت خلال المحاولة تبعته لتأسيس إمكانية الحقيقة إمكانية الحديث عن حقيقة وإمكانية البحث عنها وإمكانية التيقن من وجودها في الحقيقة يعني ما يميز العصر الحديث على الأقل في بداياته لأنه إحنا ما بنعرف إذا انتهى ولا لا في نقاش حول الموضوع عشان كنا عارفين كل ما يسمى ما بعد الحداثة في عليه علم السؤال الحق في ما بعد الحداثة ولا بعدك عليه الحداثة وإحنا فاكرين حالنا طلعنا وعلى حد تعبير يمكن دول بقول إنه مش بيشتغل في التربية بقول إنه حتى لو إنه إحنا حقيقة موجودين في ما بعد الحداثة إحنا ما بنعرف إيش خصائصها ولا وعينا خصائصها طيب نقاش موجود فأنا بحكي على بدايات العصر الحديث وأنا بحكي كمان عن بيكون بحكي عن ديكارت كان في عندنا إيمان حقيقي بإمكانية التيقن من المعلومات الموجودة بين إيدينا ومن هنا كل الميثودز اللي هني حطوها بين إذا كان ميثود تبع ديكارت بين إذا كان ميثود المنهج تبع بيكون هو جاي منشان يفرجينا كيف باتباع الطريقة اللي حطها إحنا من الممكن نتوصل إلى يقين بالتالي إيش أول شيء يفسرنا ليش ممكن وكيف ممكن نتوصل إلى الحقيقة اللي سوا ديكارت أكيد لازم يكون معروف لكم على كذا كل درسوا سياس 331 حضارة أوروبية اللي سوا إنه هو بدأ في عملية تشكيك بالحواس وقال إنه إذا الحواس تبعتنا بكون عملية تخطيط لأن ولو مرة واحدة بضع مرات مش حاجة إنه يكون عملية تخطيط كبيرة هذا مدعاة للتشكيك في الحواس كلها. بعد ما كان عملية تشكيك بالحواس وحقيقة في هنالك ما يثير التساؤل كل الوقت عن الحواس إذا بدكم بماذا عن الأمثلة اللي أعطاها ديكارت إحنا من حيث المبدأ بنعرف إنه الحواس تبعتنا بتمكننا من إنه نشوف أشياء وبتمنع منا بنفس القدر من إنه نشوف أشياء. يعني هي بتمكننا على سبيل المثال انه نشوف لون ازرق بغض النظر اذا في ازرق بالطبيعه او ما فيش ازرق بالطبيعه بس بتمكننا نشوف لون ازرق بتمكننا نميز ما بين اصفر ازرق احمر نشوف الالوان بس هي بتمنع منا انه نشوف شيء ثاني الالترا احنا ما بنشوفهاش بنحكي عن الحواس تبعتنا تمام وكذلك أول بالنسبة للسمع إذا بدكم نفرض الصوت تبع الحيتان في المحيطات اللي هي تتنقل
الصوت ما بينها عبر مئات الكيلومترات احنا ما بنسمعه بس النياقة. فبالتالي الحواس تبعتنا من حيث المبدأ بتمكننا من انه نشوف اشياء وبتمنع منا انه نشوف اشياء. بس اذا ما كنا نشوف اشياء بتمنع انه نشوف اشياء بصير السؤال هل حقا اللي احنا بنشوفه هو اللي موجود ولا لا؟ يعني هل حقا الحواس بتعطينا معلومات عن الاشياء كما هي ولا لا؟ لما احنا بنقول انه الطاوله ماسي هل حقا الطاوله ماسي ولا لا؟ هي بتمنعناش وهي مش واصله للاشياء يعني بتقدرش تشوفه او بتقدرش تحسه بتعني بتمنع منها. لا بتمنعش. كيف بتمنعش؟ بتمنع منها مش انه احد ماسك واحد مش فاهم عليك بتمنع منها بمعنى انها هي ما بتمكنك من بمعنى اذا بدك مجرد وجودها ما بمكنك من فمن هنا هذا منع. يعني اذا انا مجرد وجود الحيط مش هو اللي بمنعك بس مجرد وجود الحيط انت بتتمكنش من الذهاب الى بهذا المعنى هو بمنعك. تمام اوكي. وبالتالي ولكن هذا حكي صحيح. يعني اذا الحواس بعدنا بتمكننا نشوف اشياء واشياء ما بتمكننا نشوفها بصير السؤال واحنا بنعرف انه في اشياء بنعرف عن الصوت على الحيتان على سبيل المثال وبنعرف احنا انه الثور ما بيشوف احمر رغم انه بيعملوا له احمر بس هو بيشوف احمر بصير السؤال اللي احنا بنشوفه هل حقا موجود ولا لا؟ او اذا بدكم نعطي مثال أجمل شو زي إذا بيكون لسبب من الأسباب بيكون في عندنا واحد اللي هو في عنده المقدرة تبع سليمان الحكيم تعرفوا لسليمان نبي سليمان نبي سليمان كان في عنده مقدرة على الحديث مع كافة الكائنات كافة الحيوانات مع النمل ومع النحل ومع الغنمات ومع كل شيء كان يقدر يحكي. نفرض إنه واحد بيكون في عنده المقدرة تبع سليمان الحكيم عنده المقدرة على مخاطرة الكائنات الحية ونفرض إنه هو كان في حديث ما بينه وبين نملة وقالها وصفيلة شو حاسة لا تمشي على كزاز واضح لنا انه هي رح تعطينا وصف تماما مختلف عن الوصف اللي احنا ممكن نعطيه من الملامسة اللي بتجري ما بينه وبين الكزاز. هي رح تعطينا جبال ووديان لابد واحنا بنقول معلس فيش إمكانية يكون في جبال وديان هون. سيد السؤال أي صح إحنا ولا هي؟ إذا بنحكي عن حقيقة تمام؟ إذا بنحكي عن حقيقة. سيد السؤال أي وصف هو الوصف اللي يطابق ما هو موجود؟ أي وصف هو الوصف اللي يمثل ما هو موجود؟ سيد السؤال. أنا عندي سؤال بخصوص إحنا بنبحث عن الحقيقة لغرض أوصل للحقيقة ولا لغرض أستخدم هاي الحقيقة؟ لا لغرض معرفة الحقيقة. بمعنى ليش؟ ليش؟ لإيش؟ نعم كونا تقدر تستخدمها هذا موضوع لا بس أنا وكونا تقدر تضيفها هذا موضوع وكون الهدف تبعك مع هو معرفة الحقيقة بما هي هذا موضوع تاني. يعني احنا بنعرف نفض عن كل بذرية انه الغايات ما كانش انه يفقعوا كنابل في الدنيا ولا يكتلوا بني آدمين. اذا في عندك انت توظيف لها بطريقة معينة هذا الموضوع ولكن احنا لما بنبحث على الحقيقه بما هي يعني هذا الهدف تبعنا نعرف شو موجود المعرفه كانه قليل انه الانسان يعرف شيء هو مش قليل بس انا قصدي يعني في دائره انه احنا كلنا بشر او احنا اللي بيبحث عن المعرفه هو انسان وبحث عنها عشان يستخدمها مش مشان يستخدمها على الاقل كونه يكتفي انه مميز ما بين شغلتين ما بين الرغبه بالمعرفه بحد ذاتها وما بين القدرة أو استخدام هاي المعرفة لغايات بس لا يمكن فصل الاثنين عن بعض هذول حالتين وعي مختلفتين تمام الاختلاف مثل ما بتجي بتقول لي مثلا أنا رايح أحضر فيلم السينما لأنه إيش مشان تكون سعيد ولا مشان تستمتع نقطة في الشيء ثاني أوكي أستاذ جمال تسمح يعني حتى إذا تروح تحضر فيلم سينما بيكون قصدك حتى الكاميرا إذا بدك تحضر فيلم سينما بكون بدك تستمتع عم تضرب الاكتشاف الحقيقة. ليش ناس تطلع بتحاول تطلع الكاميرا على المريخ؟ ليش ناس تحاول تكتشف هلا الدول بعمق المحيطات والبحار برضو بفيدهم هلا اللي بدي أقوله وكأنه هيك يعني وكأنه في شيء مفترض فائدة مفترضة
وبكون يدور. يعني اللي راح يكتشف في داخل المحيطات كان بيحاول يفتش ويعمل تجارب على قد يكون نباتات جوا المحيط، قد يكون يدور هل مثلا ممكن نستخدمها في الوقود. فيعني معرفي صحيح بنحاول احنا نكون مستقلين عن بين قوسين التطبيق اللي بدنا نستخدمه، بدنا ناخذ المعرفه عشانه، بس بيكون في ذهن الناس بعض التطبيقات بعض الاستعمالات، وبتهاي بتاثر على طريقه بحثهم عن المعرفه. بدي اخفك قصه صغيره بس بعدين انا موافق بكتير، بس اخفك قصه عن عمر بن الخطاب. جاء واحد عنده مقدرات هائله بانه يضرب الابره على الخشب، بعدين يضرب الابره اللي وراها، تيجي بخرم من الابره اللي وراها، بخرم من الابره اللي وراها، واللي وراها باللي وراها باللي وراها. اجى قال له قال لهم اعطوه 100 دينار 100 درهم على المقدرات تبعته، اجدوه 100 لانه هو تعلم اشي وعنده مهارات اللي هي مش نافعه. بس هذا بني ادم تعلم هاي المهاره لنفسها مش لاشي ثاني، عشان يسلي الناس فقط لإله. لا هاي مهاره بتدل انه دقيق، لا عشان يسلي الناس بتدل انه دقيق، عشان ايش؟ يسلي ولا يسلي حدا، هو بينه وبين حاله. خلينا لا بس مش راح ارجع اتعلم ارسم. انا بعرف انه انا بعرف انه اللي ما يسمى براغماتيزم، كيف اليوم التعريف تبع براغماتيزم عندكم، يعني الواحد يكون عملي. هاي خرافيه، انا فاهم انه احنا ضمن العمليه هاي بنضل نحكي عن طيب وبعدين ايش، بس هذا انتم سؤال للتوضيح. المعرفه عند استاذ مصطفى دائما شيء انا بقدر استعمله ولا لا؟ المعرفه مش شرط داخل الاي تي بالضبط لا يمكن يعني. فهو من البدايه اللي انتم شايفينه موقفين من المعرفه مختلفات. هلا بس كمان لما بتحكي جمال عن المعرفه، هم بتهيألي في شغله زي اصطلاحي. لما انا باجي بقول انا بعرف، وهم بيجوا بيفكروا في المعرفة بيفكروا facts factual، بيفكروا وقائع مش حقيقة، بيفكروا حقائق. قصدك تعين الاي تي؟ مش بس تعين الاي تي، انا بفكر بشكل عام انه احنا لما بنحكي عن الحقيقة، لما انا بحكي عن الحقيقة والمعرفة بالشكل المطلق، انا ما بفكر بنفس التعريف تبع الحقيقة عندي في هاي الحالة. مش مثلا والله انا بدور شو بصير اذا انا بحط ملح ومي، هذه ما بسميها حقيقة، هاي بسميها أنا ممكن فاكت، معلومة واقعة ممكن أستخدمها، بس هذه مش الحقيقة، هذه مجموعة من الحوادث اللي بتصير اللي ممكن أنا أدرسها أحللها أستعملها لإشي. بس لما أنا باجي بقول المعرفة بشكل عام، لما أنا باجي بقول المطلق من المعرفة، هذه كلياتها يعني أشياء بسيطة، مش المعرفة بشكل عام ولا المعرفة، مش معرفتي، هذا واقع مش الحق مش اليقين. يعني الشمعة بتدوب لأنه أنا ولعتها، هذا لا يقين بالضبط. إحنا نحكي عن المعرفة، ماني فاهمة، بس لما الشمعة بتدوب هذا مش اليقين تبع الشمعة، هذه الفاكت تبعت الشمعة. لأنه أنا ولعتها، إيه؟ لأنه أنا ولعتها بغض النظر، بس الفاكت تبعتها إنه أنا إذا ولعتها هي بدها تدوب، هذه فاكت. هلأ لما أنت بتيجي بتحكي جمال بتقول لي الحقيقة واليقين، أنت ما بتحكي عن فاكت. فديكارت لما إجا حكى عن الشك بالحواس، هو شكك بالمجموعة، أنا بشك في مجموعة الأشياء اللي بشك في الفاكت اللي أنا أخذتها من الشمعة، بشك في إنه أنا الإنسان هذا اللي جاي طويل ولا قصير، فمجموع الشك خلاني ما أكونش إشي فكرة مطلقة عن حق ويقين، مش فكرة واحدة صغيرة. واضحة ولا؟ لا لمثلا استعمل فهم نمله عشان اتاكد انه انا فاهمه ولا فاهمه متساويين على نفس النقطه، معناته انا صرت ابحث يعني شو بهمني شو النمله بتعرف، يعني بصفي بس انا بدي اعرف عشان انا اللي بعرفه صح ولا لا. لا انا صدقيني لو اني عندي المقدرات تبع سليمان كنت حكيت معها. انا بدي اعرف كيف بدي اعرف، مش لانه انا بدي استفيد من الرؤيه تبعتها، لانه بدي اعرف نقطه. يعني هي بس معرفه لغرض المعرفه وبس. لا
لمرض المعرفة. حتى لو استخدام المعرفة ما هو بيلزم ومعرفة، حتى إذا بدك توظفيها في إيش وتشتغلي فيها ما أنت بيلزم تكوني أساساً عارفة بالضبط إيش بتعمل. بس تكتفي بهاي الحالة إنه مجموع البشر اللي حواليك ومجموع الدراسات والظروف اللي حواليك اللي أنت قاعدة تدرسيها بحواسك. بس إحنا إذا عم نحكي عن عدم ثبات الأشياء إيش بتتغير يعني في إطار الإنسان، إحنا بنحكي عن أكثر من إطار الإنسان سبب إيش بتتغير. طيب فكر الإنسان، المجموعة الإنسانية، الجماعة الإنسانية ذاتها انت بينها هي اجمعت على انه هذا الاشي صح، فانت لانك عايشه في هاي الظروف انت لحظه هلا بس هون الفكره اللي بتحكي فيها انه كان في تشكيك في الحواس اصلا، يعني في الاداه اللي انت بتستخدميها لانه صار يبحث عن المعرفه لغرض المعرفه. طيب مش لغرض انا هون صرت يعني بس مو حتى انا فاهم، انا فاهم انه مش رح يتغير اليوم تبعكم اذا انتم فهمتوا انكم انتم اذا انتم ما حلتوش السؤال المتعلق بحقيقة المعلومات اللي بتاخذوها بوسط الحواس، رح يضلوا النهار تبعكم نفسه. أكثر من هيك أنا متيقن على إنكم أنتوا إذا عرفتوا إنه الإشي اللي بتاخذوه، المعلومات اللي بتاخذوها بوسط الحواس عن الطبيعة هي غير ما هو موجود، برضه مش حتغير ولا إشي. وبالتالي المحاولة تبعتي إنه أنا أعرف هي مش جاي مشان يغير من اليوم تبعي، جاي عشان أنا بدي أعرف بالعكس ولا أقل. وبالتالي في أنواع من المعارف حتى واللي توظف فيها مزبوطش معك، انت بدك تضلك تتعامل مع الطاولة كمسطح معلش تقدر تستعمل مش هتطلع عليك كباية كاسة، رح تضلك حتى لو انك فهمتي انه هي مش هيك بالضبط. كيف كل واحد فينا لما بروح بروح بنام بكون عارف حاله انه رح يحلم ورح يشوف اشي، هو رح يشوف اشي مش صح مش حقيقي مش صح، يعني لما بيصحى مش رح يلاقي فيها موجودة. بس رغم هيك انه انت لما بتكون بتحلم بتكون بتستشعر بالضبط ايش شايف، ما انت عارف انك انت راح تنام وممكن تحلمي، يعني بتعرف الاشي ايش بصير بس هيك بتشعري بالزياده. نرجع ل نرجع للموضوع تبعنا. السؤال هو السؤال متعلق بإمكانية معرفة الحقيقة. إذا إحنا الحواس تبعتنا بتقولنا إنه أو العقل تبعنا غير قادر على الفصل في القول بشأن الحواس، إنه لسه قبل إذا بدنا نحكي عن ديكارت نحكي عن ديكارت، إحنا كنا نحكي عن ديكارت عشان هيك بدي أخذ أنا التسلسل تبع ديكارت. فبالتالي بالأول هو قام في عملية تشكيك في الحواس، وقال إنه العقل ربما يكون قادر على تصحيح الأخطاء التي تخطئها الحواس معنا. يعني إذا الحواس عطتنا معلومات خاطئة العقل بيقوم بالحكم على هذه المعلومات ويكون في عملية تصحيحها، بالتالي مش عنا مشكلة. مثل إنه نشوف نفط القمر صغير، العقل بقولنا لا القمر مش بهذا الحجم لأنه إحنا بعيدين عن القمر، وبالتالي بنشوفه بالحجم غير الطبيعي تبعه إلى آخره. فبالتالي هذا هون العقل بيكون في عملية تصليح للمعلومة اللي بناخذها بواسطة الحواس. إذا العقل صار سليم ما شاء الله عنه ما عندناش مشكلة، لأن العقل بيكون في عملية تأكيد عملية تصحيح كل الوقت والحياة تبعتنا 100%. بس إذا العقل لا مصيبة مش هيك؟ لأنه مش عايش تكمل أنت بعدين. إذا جينا ناخذ إحنا الأحكام تبعت العقل بحد ذاتها، وإذا جينا ناخذ الأحكام تبعت العقل في تاريخ في حلقة تاريخ العلوم اللي حكينا عليها قبل شوي من أرسطو لليوم، إحنا بنعرف كم مرة غلط العقل كل وقت قاعد بغلط فيش ولا مرة لا، يعني كل الأحكام تبعته تقريبا من خارج عن القاعدة تم إثبات خطأها. بعد اللي إسه موجودات كمان شوي صغيرة جايين لموضوعهم بيتم إثبات خطأهم أو إشكالات فيها على الأقل. فبالتالي العقل إذا الأحكام تبعته إذا هي خاطئة كل وقت ما لا يمكن الاحتكام له، لا يمكن الاعتماد عليه. بس شو المصيبة هون؟ إنه لا يمكن الاعتماد عليه بكل حكم ممكن. شو في أحكام بعملها العقل؟ مش بس إذا الحواس معطيتنا معلومة صحيحة ولا لا، إذا أنت موجود ولا لا ما هذا حكم عقل. العقل بحكم، العقل بقول لك انت حقا موجود، هذا حكم عقل. بالتالي في شك حوله، يعني اذا في شكوك حول احكام العقل ما في شك حولها. من هون اذا بدكم، اذا قبل شوي حكينا عن الافتراضات تبعت العلوم بانه شروط بقاء الشيء كما هو راح تضلها موجوده، راح تستمر تكون موجوده،
نحن نقول لسه كامل هذا كلياته، هل حقا انت موجود ولا مش موجود؟ هل حقا بامكانك الفصل في القول في هذا الخصوص؟ ما فيش امكانيه الفصل في هذا الخصوص. بالتالي التعامل مع حالكم كموجودين هو افتراء، لا يمكن فحصه، لا يمكن تاكد منه. اللي سواه ديكارت بقدرش يوقفه، لانه كل الهدف تبعه انه يصل الحقيقه، بزبطش معاه، بزبطش. اذا الهدف تبعه توصل الى الحقيقه ما بزبط. فاجا بعد ما وصل لهي المرحله قال طيب حتى نفحص شو معنات كل هذا الحكي. معناته انه في عمليه شك، انا بشك في وجودي، بشك بالحواس، بشك بالعقل تبعي، بشك بكل شيء، معناته في عمليه شك. الشك بحد ذاته هو الشيء الوحيد اللي انا ما بقدر اشك في وجوده. هيك هاي الجمله تبعت معناته شو في عنا يقين على الاقل واحد، واللي هو وجود الشك. وجود الشك هو فعل تفكير، معناته الشيء الوحيد اللي بنقدرش نشك في وجوده هو فعل التفكير. اذا هنالك من يقوم بفعل التفكير، اذا هنالك تفكير معناته هنالك من يقوم بفعل التفكير. لهون ممتاز، ما عندناش مشكله مع ديكارت، رغم انه هاد انه اقول انه في شك، بعد الشك هذا هو الشيء الوحيد اللي انا بقدرش اشك فيه، والشك هو فعل تفكير، ومعناته انا بقدرش اشك بالتفكير، واذا في تفكير معناته هناك ما يكون بفعل التفكير. هو شو هذا الحكي؟ حكي مين؟ ذكر حكي العقل. شو اذا انت شاكك فيه بتقدرش تقوله اساسا؟ ما بتقدر تقوله. فبالتالي اذا انت بتقوم في عمليه شك انت بتوقف تحكي، لانه هناك ما فيش امكانيه خروج من الشك التام والكامل بكل شيء بالمطلق. فاول فجوه هاي اللي سواها ديكارت، اذا بدكم بعدين سوا بعد 16 فجوه، كل الحكي تبعه بعدها هي عباره عن فجوات منطقيه ما بدنا نفوت عليها احنا، تمام؟ بس عشان تكونوا عارفين العمق وحده الاشكال تبع الشك اللي احنا بنحكي عليه. هذا بالنسبة لما يسمى الوظيفة الإخبارية وكل الإشكالات المتعلقة بالوظيفة الإخبارية من حيث تعريف الحقيقة. هاي مش كل إشكالات الوظيفة الإخبارية فقط، هذا واحد من الإشكالات من حيث تعريف الحقيقة. بمعنى مشان، وهذا كل هذا جاي مشان نقول إنه بنفسر الجملة اللي حكيتها قبل شوي، انه احنا بنحكي عن تيقن الحقيقه بقدر ما يستطيع الانسان الحديث عن حقيقه. لهون كمان مره اشكاليه اللغه بما يتعلق بتعريف الحقيقه. طيب ناخذ بس الاشكاليه الثانيه تبعت اللغه، ودي الاشكاليه اعوص بكثير او على الاقل بحده الاشكال المتعلق بالحقيقة. إذا في إمكانية قبل ما تدخل في الإشكالية الثانية نسأل سؤالين ما يخص الإشكالية الأولى. هل إحنا مثلاً نعرف إنه العصفور على الشجرة؟ إحنا نعرفش. إذا بداخل. سوري إحنا منقول إحنا من سوري إحنا منقول العصفور على الشجرة. يمكن أنت بتقول يمكن بتقولش، إذا بدي أروح معك لهناك. العصفور منقول. هل هذا اوكي واحد ادعى انه العصفور على الشجره او 100 او 1000 هذا اذا في واحد اذا بياخذ الكف بعين الاعتبار بياخذ الشك حقه بعين الاعتبار لا جميل يعني اذا اكيد بس اذا بدكش ناخذ الكف بعين الاعتبار بدنا نفرض احنا موجودين ونفرض انه عشان نكون عارف في 16 فرضيه نفرضها مشان نقدر نقول هالجمله نفرض انه 16 فرضيه فرضناها قول اوكي في مليون واحد بيقولوا العصفور على الشجره اوكي هلا قد احنا نيجي نقول العصفور قد يكون على الشجره وقد يكون لا وهي المعلومه اللي كلوها بتعكس فهمهم انه العصفور على الشجره او لا هلا بين قوسين الحقيقه في الحقيقه قد يكون فعلا العصفور على الشجره بغض النظر هم قالوا ولا ما قالوش اذا مزبوط العصفور على الشجره هلا فيش طريقه نتاكد منها مزبوط فيش طريقه
إلا اللي هم حتى لو كان المليون يقولوا عصر عشر شجرة الله بيعلم برضو عشر شجرة إيه لا لا ما تشوف حتى لو مليون شاف المفروض في حضرته الماتريكس فيلم ماتريكس الجزء الأول الثاني والثالث بسكوش الأول في مشهد جميل هنا جميل حقيقة في واحد اللي هو بيكون خاين بيكون خاين المجموعة تبعته بروح يقعد مع اللي بيكون لقيه وهذا بيعزمه على مطعم وبقعد بيكون يأكل ستيك إشي جميل هو يأكل شو بيقول بيقول إنه أنا فاهم أنا عارف إنه العقل تبعي هو اللي عامل الطعمة هاي وهو اللي عامل السائل هذا وهو عامل الريحة هذا وهو عامل كل شيء وفي الحقيقة فش شيء لا في طعمة ولا في ريحة ولا في شيء ثاني بالتالي إذا كان بالتالي إذا كان تراكم إذا بنأخذ كانت بعين الاعتبار الحياة تبعتنا بتصير غير محتملة غير مفهومة غير محتملة أساسا كمان بس اللي بقوله تراكم تراكم تجاربنا ومصداقية ما نقوله عن الواقع يعني بنفترض ان العصفور على الشجرة بعدين بنروح مثلا نضرب العصفور بالحجر بينزل الدم بعدين نشوف الدم بعدين قد نكون وا 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 فبتصير عدة يعني خلينا نقول تجارب ضخمة جدا تتكاثر وتتراكم كانت تؤكد الحكي بدناش الدم بس كان انه كان مثلا عصفور على الشجرة او كانت بس على الشجرة بس يعني المقصود هون هل التراكم هذا يعني شيء في ليس اثبات في يعني زيادة احتمالية إذا بنحكي عن يقين لا يعني شيء إذا بنحكي عن يقين لا يعني شيء بالمطلق لا يعني شيء لأنه إذا الإنسان بيصدق إيش بسمع وبيشوف وإحنا بنعرف إنه الإنسان شاف وسمع وما كانش الإشي اللي سمعه وشافه ومش يعني الإنسان مفرد جماعات من البني آدمين بتكون تحكي عن إشي إنه كان وهو ما كانش في الذاكرة الجمعية تبعتها على أي حال هذا كان أول سؤالي السؤال الثاني هل إحنا بنحكي عن الأنتولوجي ولا الإبستمولوجي في الوقت الحاضر إبستمولوجي خلينا بس نسمع إتس إبستمولوجيكال كويشن ولا إيش الأنتولوجي الأنتولوجيكال كويشن وسؤال تاني وسؤال تاني اللي كثير منيح هايديجر في هذا المحل ليه؟ هايديجر كثير منيح في هذا المحل الأنتولوجيكال كويشن هايديجر بيجي بقول لك طلع انا فلتني كل السؤال المعرفي الابستمولوجيكال تبعك اسمع بقول فلتني كل السؤال الابستمولوجيكال تبعك لانه انت موجود انا موجود بهذا موضوع انا بعرف فيش امكانيه يطلع منه انا بدي افرض انه انا موجود تعال نشوف شو معنات الوجود تبعك هناك ببلش في البيك اند تايم وهون بصير هون بصير شو الانتولوجي من ناحيه فلسفيه بصير انتولوجيكال كويشن طبعا للطلاب المستمعين سريعه المينينج تبع الحياة في شغلتين الانتولوجي بالفلسفة تاني إشي وبالكمبيوتر تاني لا طبعا, طبعا 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 فإحنا هون بنحكي عن الانتولوجي اللي معنى الانتولوجي بالفلسفة ما نعرفش إحنا الثنتين تعالوا بضلك روح للموضوع التاني الإشكال التاني طبيعة الحال أنا يمكن أكون فقط رغم كل اللي أنا قاعد بحكيه هو عبارة عن مقدمات لا أكثر باعتقادي ولا أقل لكل الإشكالات اللي موجودة واللي هنادر راح تكون في أكثر تأكيد تفصيل في محلات كثير إنه الموضوع تبعتي هي مش اللغة اللي أنا بس أنا بحكيك على كل إشكالات اللغة مشان نقدر نحكي بعدين عن المنطق وعن استخداماته. أوكي. ال ال الشيء الثاني أو الارتباط الثاني مع الجملة في علاقتها مع الواقع وهو تضمن اللغة للحالات الشعورية تبعتنا أو حالات وجدانية تبعتنا أو لمعلومات سابقة عنا أو لإيديولوجيات نحملها
لأفكار لمعتقدات لإيمانات لإيش مثله اللغة تبعتنا تتضمن كل شيء. يعني مشان نقدر كشرط ضروري إنه نحكي عن التقرير الإخبار عن كلنا وشفنا إنه فيش إمكانية الجملة تكون منزهة عن ذاتية الإنسان من حيث فيزيولوجيته من حيث الحواس تبعته وشفنا إنه فيش إمكانية. إذا بدنا نشوف اللغة وإمكانية تنزيهها عن الحالات الشعورية تصفيتها تنقيتها عن الحالات الشعورية عن الإيمانات تبعتنا عن المعتقدات تبعتنا عن كل ما يحمل الإنسان. هنا حكيت لكم أو أشرت على الأقل في المرة السابقة إنه الموضوع صحيح. بيكون حكى عن إشكالية اللغة بأصنام السوق تبعتكم ولكن اللي بحث في اللغة كموضوعات إشكال بالمستوى اللي أنا بحكي عليه بالمعنى اللي أنا بحكي عليه تضمنها لما هو ما بقدر أقول غير لغة لكل شيء لغة بس لتضمنها لما هو غير تابع لموضوع البحث للموضوع اللي بدنا نوصفها هذا بقدر أقوله. هو لوك أول واحد حكى عنها. لكن لوك في حينه بما أنه ابن العصر الحديث وإحنا صرنا حكينا عن العصر الحديث اللي بميزه هو إيمانه بإمكانية المعرفة والحقيقة واليقين وبالتالي هو كمان مثل بيكون كان يعتقد انه احنا بنقدر نتخلص من الشوائب اذا بدكم المتضمنه داخل اللغه شوائب اللي معناها انه اللغه تبعتنا لا تمثل الشيء كما هو هيك معناها الاخر بيطلع لانها تتضمن شيء ثاني غير يعني المعلومات بتكونش نقيه تماما اللي بين ايدينا حول العالم الخارجي لكنه كان عنده ايمان تام بانه هو يستطيع نستطيع أن نخلي اللغة من شوائبها ونبقيها نبقي فيها على ما يصف الواقع كما هو فقط هذا الإيمان كان عند لوك. واضح اليوم إنه إحنا فاهمين إنه هالإيمان هذا وإيمان ما إلوش أساس مش بس هيك إحنا اليوم في عنا شكوك هل حقا بإمكان الإنسان إنه يخرج من حالة اللغة ولا انه كل وجود له هو وجود لغوي ما بيقدر يعمل لغه جديده اصلا يحدد هو فيها اللي بده اياه برضه بيكون وجود لغوي بس يعني بقدر مثلا بدل ما استعمل كثير كلمات لتحدد نفس المعنى بقول لك يعني بدل ما استعمل كلمه ممتاز بجيب كلمه جيد وبضيف عليها جيد جدا او جدا جدا او بقول ايش بدك او ليس يعني انه بس مسموح لك تقول ولكن امكانيه خروج تبعتك من حاله اللغه هي غير وارده بضل بحد اللغه قد ما اختزلت منها ان شاء الله بس اذا بنحكي عن هذا الموضوع ان شاء الله تخزينها لفورم والفورم فيه لغه هناك وفي معاني ورح نحكي عن هذا الموضوع بس هيك ما بكون بضيع شغلات تانية حتى لما اختزل هاي الامور لا اذا اخذنا العرب بعين الاعتبار لا بس احكي لك شو صغيره يعني مثير للاهتمام لي هون احكي لك شو صغيره عن البلاغه عند العرب وعن البلاغه في ايجاز العباره في ايجاز القول والتعبير رغم الايجاز القول الموجز عن المقصود هناك في الحقيقة الشيء المثير للاهتمام إن هني ما كانوا يحكوا عن علاقة تمثيلية بالمعنى واحد لواحد correspondence relationship. correspondence relationship هي علاقة بتمثل واحد لواحد تماماً. ما؟ أوكي. ولكن عند العرب كان مجموع الكلمات مع بعض هي اللي تشير للشيء. يعني بعطيكم مثال كتير باعتقادي جميل اللي هو المثال تبع الخروج من الجنة. إذا بنأخذ القصة تبع الخروج من الجنة في سفر الخروج بالتوراة بنشوف هناك إنه بالتوراة الوصف
لخروج آدم وحواء من الجنة بغض النظر عن الاختلاف في القصتين، في قصتين مختلفتين إنما إنما هناك في وصف دقيق لكل سلوك بسلوك بالتوراة. يعني أنا عارف عشان الشيطان بالتوراة القصة بتحكي إنه الشيطان حكى مع حواء، بالقرآن لا حكى مع آدم أو حكى مع اثنين كانوا موجودين. قصة هاي قصة وبالتالي قصة مختلفة. فبالتالي بالتوراة بيقول مثلاً أجا الشيطان حكى مع حواء وحواء راحت حكت مع آدم وأقنعته إنه هو يأكل التفاحة والثمرة هاي، مش تفاحة، فش هاي تفاحة من عندنا، فش تفاحة لا بالقرآن ولا بالتوراة. وأقنعته يأكل الثمرة وهن أكلوا الثمرة، وبعد أكل الثمرة هن شافوا العري تبعهن، لما شافوا العري تبعهن صاروا لقطوا الشجر ورق ورق من الشجر ويغطوا العري تبعهن يغطوا. هذا الوصف تمام، يعني كل تفاصيل السلوك واحد لواحد كان بالتوراة. بس نيجي للقرآن، كل القصة هاي كلها بجملة تمام. كان هذه البلاغة احنا في اللغة العربية ما قبل دعوية، واللي هي موجودة في بيت الحال بالقرآن. وبالتالي هو ما كان في حاجة انه يفصل، ما فيش حاجة انه يفصل، يعني حاجة كل جملة واحدة اللي هي كل القصة بتفاصيلها بس كل جملة واحدة. وبالتالي بطل في حاجة انك انت كمغسل انت كمغسل غسل وتعال، كلهم بغسلوا عندي، كلهم بغسلوا تبلا. وين طلابي غسلوا؟ طيب بالتالي ما في حاجة حقيقة انه انا اعمل وصف واحد لواحد، انا في حاجة اعمل تركيبة جملة اللي بمجموعة انا بشير للشيء كما هو تماما. بس احنا رح نرجع للعرب باعتقاد، رح نرجع للعرب كثير بحاجة وبدون حاجة، رح نرجع للعرب في ذلك الموضوع. المثير ايش كان عندهم المثير؟ لانه هني كانوا يحكوا عن اليات انتاج معرفة مختلفة عن اليات انتاج المعرفة اللي نعرفها احنا. كانوا يعرفوا عن، كانوا يحكوا عن مش بس آلية انتاج، انما عن معارف مختلفة، كل شيء مختلف كان هناك قبل الدعوة. نعم قبل الدعوة، حتى بعد الدعوة أظن كمان. بعد الدعوة كان بطبيعة الحال متأثرين مما كانوا قبل الدعوة. على أقل 200 سنة كانوا متأثرين أكيد. بعدين صار في دخول، لكن 200 سنة أكيد، لكن دي أكيد. طب ممكن سؤال، يعني إحنا حكينا عن إيش، عن ديكارت، بس مثلا ابن الغزالي حكى برضو عن الحواس وعن العقل، بس شو رأيك على الحكاية على ما بعد العقل؟ هلا مو وصلنا لإيش؟ عند مين؟ الغزالي اللي حكاه ديكارت هو نقلا حرف بحرف عن الغزالي. طب بس في إشي ما حكاش. بس الغزالي حلها بطريقة أحكم بكتير، مشان تكون عارف. الغزالي ما راح إشي يقول، لأنه لما بنفي العقل بيضلش يرجع يستعمله. صحيح. هذا كان فهم الغزالي. هذا الإشي ما فهموش ديكارت. وفكر ديكارت انه بيقدر ينفي العقل ويضلوا يستعملوا، وهذا اللي سواه عمليا. ما نفى الغزالي، الغزالي اللي بعد ما نفاه وقف استعماله، بس راح لاشي تاني تكون الله استعان فيه. هلا هو وانضم روح الله، عبادات المعرفه، ولكن الاشي تاني بالتالي ما في استخدام العقل، وقف استخدام العقل، صار المعرفه. بس ما في طريقه الله يلقي فيك المعرفه تبعته. فاذا بدك بغض النظر عن الرأي تبعي وتبعك وتبع بعرفش مين في الغزالي، مش هذا الموضوع انه الغزالي كان واعي أكثر بكثير من بديكارت، كان واعي للإشكال اللي كان يحكي عنه. لما شكك في العقل وقف يستعمله، ديكارت شكك فيه كمان يستعمل كأنه ما كان شيء. الخروفيتين مختلفتين، كان كونسيستنت مع حاله أكثر بكثير في الغزالي. نعم. طيب الإشكالية هنا، يعني بس كمان شوي صغير مشان ننهي الحديث عن الوظيفة الإخبارية. الإشكالية ونحن ما بنقدر نتخلص حقيقة، بس بعطيكم أمثلة. إحنا ما بنقدر نتخلص، ما بعرف بدي أفوت على أمثلة مشان أخلص بنص عن الموضوع تبع هذا، بس أنا لازم أخلص اليوم كل حديث عن اللغة مشان المرة الجاي نعمل شوية تمارين كمان فيها ونروح على محل تاني.
خاصة إنه دكتورة هادا بدها تحكي عن هذا الموضوع كثير، فبالتالي أنا حقيقة ما في حاجة إنه أفصل أكثر من هيك في القول في هالخصوص. إمكانية التخلص، إمكانية التخلص من الحالة الشعورية أو من المعاني إذا بدو، المعاني اللي هي من مجرد وجودها. المعنى حكينا ولا مش لكم حكيت المعنى، إذا فينا إحنا إذا فينا ساين، إذا فينا رمز، في له معنيين، مراتكم في له معنى واحد، استلاحي معنى واحد. إذا في له ممكن يكون ساين اللي هو الرمز، بيكون المعنى اللي هو تبع وعي وإدراك، وبيكون الأوبجكت نفرض إنسان، بروح الكلمة إنسان إلها المعنى تبع إنسان هو يعقل ويتلفظ نفرض ويا هو، تمام؟ فإحنا نتعامل معها من خلال المعنى اللي عندنا ياته. أوكي. بالتالي بما إنه المعنى موجود، المعنى اللي عندنا في الوعي، أنا بكون إحنا نضلش نتخلص من الإدراك، من حالة الإدراك داخل اللغة. ما بنقدر، هيك بكون. فبالتالي ساعي تحديدها صار في عنا مصيبة على مستوى المنطق. أنا كله مشان أقول بصير عنا مصيبة على مستوى المنطق، لأنه بصير لأنه السؤال اللي موجود، هل إحنا منقوم منشان نحصل على، وهذا السؤال كان موجود كتير منيح عند جون سوارت ميل على الأقل في كتاب المنطق تبعه في 1990 إن شاء الله، بيجي بقول إنه إحنا منقوم بعملية استنتاجات منطقية لمعلومات جديدة بالضرورة اعتمادا على تحليلنا للمصطلحات المتضمنة داخل الحجة. بس إذا اعتماد على تحليل المصطلحات المتضمنة داخل الجملة في عنا مصيبة، لأنه فيش إمكانية بعد تحكي عن حقيقة، لأن المصطلحات بيختلف، المعاني بيختلف من واحد للثاني، المعاني اللي عنا إياها بيختلف، بالتالي استنتاجاتنا بتوصلها هي غير استنتاجات اللي بتوصلها أو اللي بتوصلها، ومش هذا الهدف. الهدف هو التوصل إلى حقيقة واحدة للجميع. متفق عليه. من هون صار في محاولة، واحد من الأسباب، بس هذا سبب حقيقي جدا، صار في محاولة إن نكون في عملية تشكيل، أنا بدي أسميها to formalize، نشكل، نعمل الجملة شكلانية، نعملها شكل بالضبط كيف ممكن يجي نقول. هذا مثال كل درسوا عندي بيعرفوه، لما أنا أجي أقول كل بني آدم هو حمار، ممكن نقول كل ألف هو باء. بهذا المعنى هذا الشكل، كل ألف هو باء هو شكل الجملة كل إنسان هو حمار. بعد النظر إذا الجملة صحيحة ولا لا، أنا مش هذا الموضوع، بس بحكي على إحنا على شكل الجملة. هل حقا هذا السؤال رح نيجي عليه لما نكون في عملية تحليل للقضايا، هل حقا بتشكيل، بجعل الجملة شكل، احنا اخرجنا كل ما هو كل معنى منها، ولا انه نساوي ايش بدنا نساوي، المعنى راح يضل هناك؟ هذا سؤال راح يضل معنا، راح نشتغل في القضايا وفي اشكال الحجج وفي تحليلها، والمتعلق بكمان مرة الوظيفة الإخبارية أو التقريرية من وظائف اللغة الثلاث. بضل لنا وظيفتين، واحدة أنا تعبيرية، واحدة تعبيرية، واحدة توجيهية. أنا هنا مشغول أوقف كلمة حقيقة. إذا فيكم أسئلة مرة جاي نحكي 10 دقائق عن الموضوع وبخلاص. افترضنا انه قد ما اختزلنا من اللغه قد ما ضيعنا من هولو لو فورم واحد، بتضل عندنا اللغه بسياق نفسها. لا ما افترضناش وما قلناش انه كل هذا الموضوع للفحص، رح نفحصها مع بعض لما نشتغل بالفورم. طب بقدر اضيع شغلات مع الاختزال هذا؟ مثلا لو ازلت مفهوم الحريه من اللغه، مفهوم الحريه مثلا كمثال، او ازلنا ايش، او ازلنا مفهوم معين الحريه التفكير، هاي الامور، هل هذا بيلغي من وجود الشيء؟ هي مشكلتنا مع الأصوات ولا مع الأصوات؟ إذا إحنا بنعيش حال
مع ايش؟ مع اللفظ، مع الحروف المنطوقة ولا مفهوم اصلا الفكرة يعني؟ مع العقل، مع المعاني. الحروف المنطوقة هاي رموز. اه صفات مشكلة لنفسها خالية من كل شيء، مثل ما بقول، مثل ما بقول السور، بقول اذا احنا مزعنا كونسبت يعني الساين، احنا مزعنا جهتين، ما بنزع بس جهة واحدة، بنزع جهتين، الساين الدال والمدلول مع بعض. بالتالي الإشكال تبعنا هو مع المعاني مش مع الساين. الساين لحاله فششة، بس الدلالة تبعته، المدلول تبعته. لا لا لا، مرة سؤال انه الأد في حالة اختزال. تذكرته ممكن نضيع. انت كأنك مصمم السؤال تبعك هيك، فيه تصميم لافتراض شيء خارج اللغة أو لإزالة شيء باللغة خارج اللغة. إذا أنا كنت المصطلح حرية، بضل في حرية وبضل في حرية، تمام؟ هيك عمليا أنت قاعد مصمم على إنه في شيء خارج اللغة. اللي 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 العاملين في مجال فلسفة اللغة، والمنهم اللي بيآمن في إنه إحنا عايشين حالة لغوية، عمليا الإجابة واضحة. فيش كونسبت، فيش حرية، الإشي منشوفوش أساسا. موجود في اللغة. بالضبط. كيف أكثر من هيك أصعبها عليك؟ الزاوية هاي بتشوفها لأنه في زاوية في اللغة تبعتك. هذا قصدي. نعم. كمان مرة. إذا ما فيش زاوية في اللغة، هذا الجواب تبعك. فيش زاوية. هذا إذا كانت هذا على افتراض إنه اللغة تعكس. أعطيكم مثال كثير منيح، إذا بناخذ اللي بتتبعوا الأثر. اللي بتتبعوا الأثر بني آدم، أثر حيوان، أثر إيش بدكم. اللي هن بيشوفوه واللي موجود في اللغة تبعتهم، ده اللي موجود. انتم اذا تمشي الطريق تبعتهم وتطلعوا سنتي سنتي في مكبر، بتشوفوش اللي هم بيشوفوه. ما بتشوفوا لانه مش موجود عندك اساسا، مش موجود ضمن اللغة تبعتك. ضمن اللغة تبعتك على كل هاي الجهة تبعتك. هذا بتحب تبعتك. طب الا يوجد بعض المعاني في العقل وغير منطوقة؟ لا ما لا. يعني ما سميناهاش يعني يعني مفاهيم او يعني مثل مفهوم الحريه. كيف بوصل لك اياها؟ اوصل لك اياها عبر بديش بصعبها عليك. لا لا، اذا بدي اوصلها بحس انه تفضل، انه فيش معاني عندك حتى المنطوقه. انا بدي اقول لك انه شوي شوي. لا لا، مهيئ لإلك انه في عندك معاني ومعاني معرفه ومعروفه وبتقدر تستخدمها والى اخره، بس في الحقيقه واذا بدكم نعمل الفحص مع بعض مره من المرات، فش عندك. نعم صحيح، انا موافق على هذا. لا لا لا، لحظه شوي، انا غير موجوده عندي، معلش، غير فحص استاذ جمال، انا غير موجوده عندي، قد تكون مش قادر انطقها، ولكن يعني على سبيل المثال، انت هلا بتيجي تقول لي عرف لي شو يعني كتاب، شو يعني مبدا، شو الكتاب، واقعد اكتب لك كتب انا واوصف لك شو الكتاب. ممكن ما اقدرش اوصف الا 99% من الكتب الحقيقيه، ولكن لو جبت لي كل الكتب بالدنيا وقلت لي صنف انه كم منه او كل الاشياء اللي في الدنيا وكم الاشياء كتاب على جنب، انا ممكن اني اقدر عن جد احكم انه هذا الاشي كتاب ولا كتاب. ترجع تقول لي طب ليه ما وصفته في الوصف تبعك؟ بقول لك ما قدرتش. قد ما تحاول مرات، انت بتعرف الشيء، اشي مكنون يعني، بنسميها تست نوليدج. انت تبع حياتك سهله، انت عملت حياتك سهله، لكن جبت اوبجكت لا بقدر اشير له. طيب اوبجكت على جنب، بتحكي لي عن تعريفات معاني، ادراكيه، مثل ديمقراطيه، المساواه، حريه، نفس الشيء. انا ممكن نفس الشيء. انا بقول لك كيف بدي تعرفني اياه، انا بفهم عليك. ايوه بتفرجيني اثنين مع بعض تعليم، بفهمش انا عليهم. طيب انا بشوف شيء، انت بتشوف شيء ثاني. معلش استاذ جمال، انا شو ممكن اساوي؟ اكتب لك 20 مجلد عليهم بدون ما يعرفوا عشان مختلفين. هذا اللي بقوله، انا ممكن اكتب لك 20 مجلد عن شو يعني حريه او ديمقراطيه، وما اقدرش اعبر لك عنها 100%، ولكن اذا انا بشهد انظمه سياسيه بقول لك هذا نظام ديمقراطي، هذا لا. كمان مره انت رحت كمان مره الاوبجكت. ايوه نعم صحيح. لا ما في شيء الاوبجكت، حكينا مره انه في مصطلحات
فيش اوبجكت لها مثل فيش مثل المصادر لها مثل الجميل يا عم استاتكس جمال جمال لحال طبعا في الجمال الجمال بحد ذاته طبعا في مش انا جمال اذا انا الما صدق الانستنس يعني من ما صدق هو الحالي اللي جميل 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 بس الجمال فيش اوبجكت وحتى ممكن في ناس يحكوا عن جميل في ناس لا هذا دقيق حالي من حالات الجمال الطرح تبعها صحيح انه الجميل بدك تقول هذا جميل 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 فهمنا وبتقدر تقول لي ايش اتعلم انت عايش انا بقصد بجميل بس الجمال كونسبت فيش له ما صدق فيش له قيم فيش له ما صدق هلا جمال بلغه البسطاء شو يعني ما صدق ايوه شو يعني العناصر الموجودات اللي هي عباره عن تمثيل للكونسبت بلغه التعليم الكمبيوتر ساينس انا ممكن ابسط لكم اياها لا مش الكلاس الاوبجكت تبع الكلاس الجمال الكلاس والجميل الاوبجكتس في الكلاس يعني لما نقول انسان يعني انت ما صدق من انسان يعني انستنس اوف انسان انستنس او اوبجكت لغه الجافا اوبجكت هذا بنسميه ما صدق ايوه لا كويس بتعرفين انا كونسبت اللي سوى تحكي لي عنه كله تحكي لي شو بتقصد فيش عندك ما صدق ليله فيش انا رايي انه ما صدق من 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 جمال انه بيكون الحالات هي الحالات الحالات هي مش الجمال حتى انت نفسك بس هو مش نفسك لا الانستنس منها الجمال هو نفسه كونسبت ما صدق منها هي الحالات اللي بتعرف الجمال في الانستنس اللي انطبق عليه التي صدقت ما صدق من جمال هي الحالات التي صدقت يعني تحققت شروط تعريفي للجمال تعريفي أنا تعريفي أنا وفي أكم من أنا وإحنا بندور حقيقة مندورش أنا لحالي صح بالتالي بعض بعض الكونسبتس اللي ما صدق منها إشي سبجكتيف يعني إشي نسبي تقدرش إشي بيعتمد على الإنسان نفسه وممكن يغير رأيه كمان بس هذا النقاش أوكي هذا النقاش جاي بعدين دائما رح يكون بس هذا النقاش هو اللي انا حكيت لكم عنه في المره السابقه انه بالرغم من كل الاشكالات اللي احنا بنحكي عنها وكل النقاشات وكل عدم مفهوم وكل عدم الوضوح وكل عدم التعريف وعدم التحديد وعدم كل شيء هو مجبور يطلع منه شيء في المحل التالي والا ما بنقدرش نعمل اي تي ابلكيشنز معناها بالضبط هذا الوظيفه تبعته طب استاذ سؤال لما كنت تحكي عن العقل انت بتشكك موجود ولا لا نعم انت مآمن بهذا الشيء؟ مآمن بايش؟ طب من الاخر عشان ضلكش تحكي لي من الاخر من هذا يعني انت عايش في كذبه من الاخر انه مش عايش انا مش عارف اذا شو بحكيش عن حالي وكم بحكي عن الكذب انت عارف؟ لو كان كذب انت عارف؟ انا مش عارف مش عارف مش داعي تعمل بروسس في حياتك مش داعي لا مش داعي لانه يمكن يمكن انت تتامن انه ترى في داعي بس في نسبه كبيره لا اذا راح عليك بالضبط فانا وين يمكن فانت مصدق انه انت بتشتغل على النقط لا مش على النقط يمكن 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 بس انت بس انت في هاي الحاله لا احتمال لانك تشتغل على بس ما عنده معلومه واضحه معلومه واضحه ما عنده معلومه عشان مره وقفت بين امكانيتين فلت اسال وجود العدم وبين امكانيتين قلت يمكن هاي توصلني يمكن هاي توصلني بقول لا هاي اختار اكثر مره بروح عليها مش انها هاي بتروح بتضلها بس انا بختار هاي بس عشان انه هاي توصلني بدنا نفس الشيء كل العالم مفكر كل العالم فيش ولا بني ادم مش مفكر انه ماشي ممكن اكون مش موجود في الدعوه بديش اسوي شيء لا لا الناس تفترض الناس بتفترض هذا الكلام عشان تدرس الحياه عشان تدرس شو المعرفه مش عشان ما تامنش فيها يعني زي انت ممكن بديش ادخل على خط الدين بس يعني ممكن يعني زي ما شو بقولوا انه اذا ما سالتش حالك سؤال انه قد يكون الذات الالهيه مش موجوده بس مش ممكن تؤمن فيها الا تسال حالك السؤال اصلا اول انه موجوده ولا لا وبالتالي نفس اللي هون الموضوع انه قصه ممكن تقول لازم سالتش فلسفه او حط الاشي تحت المجهر والفحص من اجل فهمه مش من اجل انكاره انت ما بتنفي امكانيه لتاخذ امكانيه بالضبط بتضلها موجوده بس وبالخفيه تبعتها بتضلها موجوده اذا انت حقيقه عامل فيها
ولكن بتقول طيب انا بدي اخذ هاي الامكانيه. بس ليش فضلت تاخذ هاي الامكانيه؟ بلاش اخسر لانه فيش عندي كيف بكرر وانا بصرف القول على مستوى السلوك. يعني السؤال هون لازم هذا الشيء مهم جدا لكم، هذا الشيء مهم جدا لكم باعتقادي. الأهمية تبعت السؤال أو التأثير تبع السؤال هو مش إنه يوقفني ويخلي ما أسلكش قبل ما أنا أعرف، مش هون الأهمية تبعته، ولا مرفوض يوقفني بالرغم من وجوده أنا بكمل، ولكن أنا بنساش وجوده بضلوا معي كل الوقت عكس ولا أقل. طب عندي فكرة، هلا انت حكيت عن موضوع النمله، مش انت اشبل وانت مغسل مبين مبين ما غسلتش فرفشت. هلا انت حكيت بالنسبه للنمله، هلا مفهوم الاملس الك والها. هلا حكيت بالنسبه للنمله ايش انه هلا انت مثلا كيف الطاوله، انه كيف انت شايف الطاوله وكيف هي شايفه الطاوله. انا قلت يمكن بس انه اوكي بس هلا بالنسبه للنمله ما سالتهاش ما عنديش مقدره بس انا قلت يمكن لو عندك. نعم هلا خليني اخذ الموضوع من زاويه تانية. هلا انت كبني ادم تاني، افرض انه البني ادم بشوف اللي انا بشوفه ازرق هو بشوفه اصفر، ماشي؟ زي ما انا بشوفه اصفر هو بشوفه ازرق، بس هلا بالنهايه لما نشعر على نفس الاشي هو بيحكي عنه ازرق وانا بحكي عنه ازرق. طب هلا انت لو بدك تشوف انه تقارن انت شو شايف وهو شو شايف، ايش امكانيه؟ ما هو فهو نفس الاشي موضوع النمله، بيطلق مثل النمله. طيب صحيح. يعني كان بينك وبينك اللي كان بينك وبينه مش غادر وانتوا اثنين بني ادمين اكيد مع النمله مش امكانيه طبعا. بس سؤال اي واحد صح مش مهم الله بيعلم. لا مهم. ليش مهم السؤال؟ ندور على الحقيقه ولا بدك توصل لمعرفه؟ انا مبسوط بس بتقدر انك انت تعرف بكون جميل انه كل محاوله تبعت انا نعرف. على فكره حكي كلمه جوهريه قال انا مبسوط. مش معنى لما بتطلع صح صح هلا خش لي في معنى صح كثير صح. هذا ضمن الحدود تبعتنا وضمن عدم المعارف تبعتنا وضمن عدم المقدرات تبعتنا، فاحنا بنعمل استنتاجات بالتالي بطل مهم. لا مهم مهم. يعني النظريه تبعت اينشتاين، نظريه النسبيه تبعت اينشتاين هي مش نسبيه عشان تكونوا عارفين، هي بالمطلق ولا بيجي بيعمل بيجي كل النسبية تبعت انه قياس سرعة في مركبتين مختلفتين السرعة بالمطلق لازم يكون هذا صحيح، وبالمطلق لازم يكون هذا صحيح مش انه بالنسبة لي بالنسبة لك. فبالتالي الحديث عن الحقيقة مش انه يعني بالنسبة لك بالنسبة لا مش هيك الموضوع. مهمة نقدرش يصلها فهم بس مهمة لنفسك. كل اللقاءات تبعتنا هون.